خلينا نروح لدينا ونتعرف منها على اخبار الشوارع دلوقتي. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير والسعاده يا جمانة. صباح الخير عليك يا دينا. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. فعلا احنا النهارده دلوقتي هناخدكم طبعا في جوله عن احوال المرور وكمان احوال الطقس كالمعتاد في صباح الخير يا مصر كل يوم الصبح. بنرحب بيكم ودلوقتي خلونا نستعرض معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا مع شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي ومكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات نسبيه. نروح عند شارع الجلاء، هناك هنلاقي في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه، ولكن عند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لكن عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري كذلك الامر اعلى كوبري المطريه القادم من الكابلات. نروح معاكم لشوارع الجيزه والحاله المروريه هناك بالنسبه لشارع فيصل بيشهد كثافات مروريه، وفي شارع الهرم الرئيسي ايضا بيشهد تباطؤ في حركه السيارات، وظهرت بعض الكثافات في منطقه مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبيه. في كمان كثافات الى المتجه الى كوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق حتى العشرين. بالنسبه لطريق المحور فبيشهد كثافات بسيطه، ده قبل محور لبنان ميدان لبنان، اما المتجه الى اكتوبر ففي سيوله مروريه. نروح معاكم لمحافظه اسيوط، وقدام مستشفى الجامعه بتشهد هناك سيوله مروريه مكمله لحد جامعه اسيوط، ولما نوصل هنلاقي في كثافات مروريه بتبدا تظهر ومكمله لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظه. كمان في سيوله مروريه على طريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظه اسيوط. ومكملين معاكم جولتنا المروريه ونروح الاسماعيليه، ولو بدانا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظه وهناخد طريق عثمان احمد عثمان اللي بيشهد هناك سيوله مروريه كبيره مكمله لحد بدايه شارع 6، لكن طريق الاسماعيليه الصحراوي بيشهد سيوله مروريه للقادم للمحافظه من القاهره او عبر الدائري الاقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتاده في مثل هذا التوقيت. ومن جولتنا المروريه خلونا ناخدكم في جوله سريعه عن احوال الطقس. الطقس النهارده هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء. في كمان نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربيه وجنوب الصعيد. النهارده في فرص ضعيفه لامطار خفيفه على القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه، وامطار خفيفه على مناطق متفرقه من السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد. درجه الحراره في القاهره النهارده 30، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 43، واقل درجه حراره في السلوم 25 درجه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس لكن بعد الفاصل.